واحدهم من جماعتنا من الشيعة واحد زعماء الكتل الكبيره، كانت كبيره هسه الحمد لله صارت صغيره، بس هاي ما يحاسبون عليها. لا هاي مو لهم، هو الاشياء تكش تكش تكش. قال احنا الدستور انكتب في عقلية المعارضة، يعني كل من انطلق من عقلية المعارضة الكردي والشيعي اللي هم تقريبا الأساسيين، والسنة كذلك انضموا وصوتوا، كان صالح المطلق موجود باللجنة، المشهداني موجود باللجنة، بس كانوا يتحذرون من التوقيع على ما أتذكر أني، حتى كان سؤال من أحد الجنرالات الأمريكان في اجتماعاتنا الشبه يومية حول أمن الانتخابات، وبدربنا نسمع تقارير التحالف الوطني، التحالف نعم الدولي نعم يعطينا تقارير يعني من جملة دور الأمم المتحدة وإلى آخره. على كل حال أنا أريد أقول الدستور كتب في عقلية المعارضة. معارضة نعم. إذن هذا هنا أكو ايه سؤال، يعني إحنا كنا معاناة عندنا بالمعارضة من الطائفية كشيعة نحكي الصحيح، فكتب من هاي العقلية. الأكراد عندهم معاناة من التفرقة القومية. أنتوا ليش ما تقتنعون ذات يوم أنكم أصبحتم حكام؟ ليش ما تقتنعون؟ أنا أقول لك هو يقول مو أنا أقول، مو أنا مو عضو باللجنة، إلى هو هذا عضو رئيسي باللجنة. أنا أقول لي إلى هو يقول كتبناه وإلى هؤلاء، كتبناه بعقلية المعارضة. قلت له بس أنتم تركتم أثرا سلبيا على الناس، وأنا كنت وزير طبعا، وهذا الحديث في مجلس الوزراء. أنت تقول مو أنا، أنا سؤال إلى الكل من خلالك. نعم. وممكن أن تجيب عنهم أو تجيب عن نفسك. يعني راودكم في يوم من الأيام أو اقتنعتم في يوم من الأيام أو تصرفتم في يوم من الأيام خلال 19 سنة على أنكم حكام حقيقيون تمتلكون إرادة وقدرة ومقدرة وهوية وانتماء وتصرفتم به؟ شوف أخي نجم، التعميم ليس صحيح، يعني أنا ما أقدر أعمم عن كل أعضاء اللجنة. أعضاء اللجنة تحكي بإطار العملية السياسية، أي عملية سياسية، وأعضاء اللجنة والحكومة ومجلس النواب، التعميم ليس صحيح. هناك نعم كما تفضلت، وهناك كلا. وأنت تدري أنا عندي خلاف ويا رئيس الوزراء ب 2009، وأنت من كنت بالبغدادية سويت لقاء وياي، خاف على المولدات. ها؟ على المولدات. لا لا ما يا مولدات، ولا تجيب لي قضايا أخرى أنت أعرف بها مني. نرجع نقول، لا تجرجرني ما أحكي، نرجع نقول انتخابات وسيقولون هاي لأغراض انتخابية، سد الموضوع